المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لعملية سطو مسلح باستعمال ساطور لمغازة بحي التضامن قام بها شاب عمره قرابة 26 سنة. وأفاد النشطاء أن المشتبه به قد وقع في قبضة الأمن في وقت لاحق بعد أن سرق مبلغا ماليا. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم، وإلى اللقاء.